السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى تتجدد معاناة جرحى الجيش والمقاومة الشعبية في الخارج، معاناة مزدوجة تتضاعف ألما بوجع الغربة والبعد عن الأهل والوطن، جراح وآلام يصحبها إهمال وغربة، أسباب تكالبت على الأجساد الموجوعة، وثمة ما يعمق أوجاعها ويضاعف ألم الجراح. أزمات اليمنيين في الخارج ومنهم الجرحى المبتعثون للعلاج تعتبر امتحانا أخلاقيا ومسؤولية وطنية للقائمين على هذا الملف، ومن ورائهم بالتأكيد الحكومة الشرعية المسؤول الأول عن الجميع. في حلقة اليوم من برنامج بين قوسين نناقش معاناة الجرحى ونبحث مع المعنيين الحلول الممكنة والعاجلة للحد من آلامهم ومعاناتهم. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر السكايب من بونا بالهند الناشط الإعلامي خالد الجمعي، وأيضا عبر الهاتف من السودان الدكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة، ومن الخرطوم أيضا سيكون معنا غازي علي أحد الجرحى المبتعثين للعلاج، ومن الخرطوم سيكون معنا هاني الصايدي مدير إدارة شؤون الجرحى في الخارج. أهلا بكم مشاهدي الكرام، قبل النقاش نذهب لهذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع الناشط الإعلامي خالد الجماعي من بونا في الهند. مساء الخير خالد. مساء النور أخي، مساء النور. أهلا ومرحبا بك خالد. في البداية ضعنا بصورة المعاناة التي يتلقاها الجرحى من الجيش والمقاومة في الخارج وعلى وجه التحديد في الهند. أولا في بداية مساء الخير لكم، لك أخي العزيز ولجميع ضيوفك الكرام. أهلا ومرحبا بك. في البداية أحب أن أشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة، وأحب أن أشكركم أيضا على اهتمامكم بموضوع ملف الجرحى. نعم. في البداية الملف هذا يعني بصورة عامة، يعني هذا أنا بتكلم هنا في تحديدا عن معاناة الجرحى في مدينة بونا وفي الهند بشكل عام وفي مدينة بونا بشكل خاص. نعم تفضل. طبعا الجرحى هنا في مدينة بونا صار لهم من يوم ابتدأ أنه ابتعثوهم إلى مدينة الهند، إلى دولة الهند، من يوم ابتدأ ابتعاثهم تقريبا منذ حوالي 5 إلى 6 شهور. نعم. خلال هذه الستة الأشهر منذ بدء قدوم الجرحى إلى دولة الهند، صور أخي العزيز أنه في جرحى يعني من الدفعة الأولى اللي أجوا من السودان إلى الهند، لأنه على أساس كانت تعليمات الحكومة الشرعية اللي هو وقف علاج الجرحى في السودان وتحويلهم إلى الهند بسبب الفساد اللي كان حاصل في السودان. نعم. للأسف أنه الفساد اللي حاصل الآن في الهند في ملف الجرحى الضاعف أكثر وأكثر ما كان عليه في السودان. طبعاً أخي العزيز من 6 أشهر من يوم ابتدأ ابتعاث الجرحى إلى هنا، في جرحى وفي مرافقين لجرحى موجودين هنا في الهند وبالتحديد في مدينة بونا، طور صار لهم 6 شهور إلى الآن يعني محتاجين إلى أطراف صناعية. نعم. هذه الأطراف الصناعية يعني قيمة مثلاً واحد يحتاج، معظمهم يحتاجوا إلى أرجل. نعم. يعني قيمة الرجل الواحدة توصل إلى $3,000 أفضل للصناعيين. صور إنهم صار لهم 6 شهور إلى الحين ما قدروا يوفروا لهم رجل الصناعية، يعني بعد وعود من قبل اللجنة الشرعية، وعود 6 أشهر وعود هم يواعدوهم، بالنهاية المسؤول الملف اللي ماسك ملف يدير شؤون الجرحى هنا في الهند هو رجع قال لهم ما عنديش صلاحيات من التحالف أو من الحكومة إن أنا أشتري لكم أطراف. نعم. طيب 6 شهور، أيوة 6 شهور هم جالسين هنا بالفنادق، صور بالفنادق أكل وشرب وبالفندق، يعني هذه الصرفة اللي 6 شهور هم جالسين فيها هي أساسا قيمة أكثر من الأطراف الصناعية اللي هم بحاجة له. نعم. طيب خالد، أنت ذكرت هناك أشكال من الفساد يمارسوها على الجرحى في بونا في الهند، أشكال هذه الفساد عدد لنا أشكال الفساد اللي يمارس الآن على الجرحى المبتعثين في الهند. أيوة، هذا طبعا هذا الجانب اللي كلمتك اللي انا اكلمك عليه، موضوع الاطراف الصناعيه اللي هم بعضهم يحتاجوا لاطراف صناعيه، في بعضهم البعض منهم
يعني علاجهم انتهى من 4 شهور ومن 3 شهور، وفي عندي ما يثبت على ذلك. وانا من قبل قد عملت فيديوهات وارسلت لكم القناة فيديوهات لبعض من الجرحى، علاجهم انتهى منذ 3 أشهر، يعني فعلا هم تعالجوا وانتهى علاجهم، واشتروا لهم علاج حق 3 أشهر وعلاجهم انهم يعودوا لليمن. خلال تصور انه صار لهم 3 أشهر وعلاجهم انتهى، وهم ما زالوا هنا جالسين بالفندق، اكل وشرب وتمشيه ومش عارف ايش. نعم. طيب 3 أشهر هذه اللي هم جالسين فيها، يعني نعم. تكاليف هذه النفقاتهم، وهم بنفسهم اتكلموا في الفيديو هذا، وبامكانك انت تعرض للاخوه المشاهدين هذا الفيديو. يعني 3 أشهر هم بنفسهم قالوا، يعني لو كانوا يستفسرون احنا فيها كانت الحكومه وفرت هذه المصاريف حق فندق وحق اكلنا وشربنا للجرحى الاخرين اللي موجودين في الداخل في اليمن. نعم. انهم يجوا هنا الغرض، لانه في هناك الالاف محتاجين الى العلاج. بينما هنا عندنا في الهند في ناس خلصت علاجهم لازم يسافروا، ما سافروا، هذا واحد. ثالثا في جرحى هنا يعني او في مرافقين اجوا مع جرحى. نعم. والجرحى سافروا، وهذول المرافقين ما زالوا موجودين في الهند. ليش؟ لانهم هذول المرافقين دخلوا مع اللجنه الاشرافيه وبقوا زي ما تقول ايش، مجاملين لهم. نعم. افهم من كلامك خالد افهم من كلامك، نعم، بان هناك المشرفين على هؤلاء الجرحى ربما يصرفون مبالغ كبيره في ناس قد تم علاجهم وصحتهم اصبحت جيده، فيما يعني شق اخر من الجرحى لا زالوا يفتقرون لادنى يعني الاحتياجات العلاجيه والتي ذهبوا من اجلها، كما ذكرت بعضهم يحتاج الى اطراف والبعض يحتاج الى عمليات جراحيه ولم يحصل على شيء. جانبا في نقطه مهمه اخي العزيز، في نقطه مهمه في الملف. نعم. تصور اخي العزيز انه العمليات في المستشفيات، تمام، يعني هم اللجنه الاشرافيه يعني مثلا العمليه اللي تكلفتها للمريض العادي ب $2000 على سبيل المثال، تصور للجرحى يعملوا لهم اياها اضعاف. نعم. يعني 50% زياده، ليش مش عارفين. طيب ممكن نتكلم باكثر وضوح خالد، يعني من هؤلاء المشرفين على هذا العمل وعلى هذا الفساد الذي يمارس على الجرحى فيه؟ اللجنه الاشرافيه، انا ما اخي العزيز اعذرنا ان احدد لك اسماء اشخاص، لان هم اللجنه الاشرافيه عندهم عده اشخاص وهم اساسا لجان غير مؤهله. اللجنه الاشرافيه اللي تدير ملف الجرحى في الهند هم طلاب، يعني كانوا صار لهم من 4 من 5 سنوات هم يدرسوا في الهند. نعم. في مجال إدارة أعمال وحد في الهندسة وحد، لما أقول جرحى ابتعت الجرحى إلى الهند. هم نعم. قاموا بإدارة هذا الملف، بينما هم ناس غير مؤهلين لإدارة هذا الملف، لهم في الطب ولا هم بها رسمية. بينما عندنا في الهند في ملحق طبي وهو دكتور، وفي نعم. سفارة لن يجي عن طريق السفارة هذا الملف. هذا نعم. الملف لن يكون عن طريق، مع أنه اللي يدير ملف الجرحى والتحالف وكلت ملف الجرحى الى اللي هو الوزير الدوله الشيخ هاني بن بريك. نعم. بصفته وزير للدوله. فبصفته وزير زاركم في يوليو الماضي خالد الوزير هاني بن بريك زار الجرحى الى الهند في يوليو الماضي. هذه الزياره التقى فيها في الجرحى، ما الذي يعني رشح من هذه الزياره؟ هل كانت هناك وعود؟ هل التزم بتقديم شيء للجرحى؟ ام الذي دار مع الجرحى؟ خلال زيارة الشيخ هاني بن بريك وزير الدولة إلى الهند، كان عدد الجرحى في ذاك الأيام حين ذاك كان عددهم لا يتجاوز 20 جريح. نعم. فكان عددهم قليل وكانت أمورهم طيبة يعني. نعم. بعد ما راح الشيخ وغادر زاد العدد، زاد العدد وصل ل200 وأكثر. معاناتهم زادت سوءا سوءا سوءا. صور أخي العزيز، وفي عندي ما يثبت على ذلك، تم طردهم من الفنادق وناموا بالشوارع. في عندي ما يثبت على هذا ذلك، نائمين في الشوارع الجرحى في الهند. نعم. طيب خالد نعم. طيب خالد سنتحدث بالأكل، وقف عليهم الأكل. نعم. خالد سنتحدث على هذه الجزئية، طردهم من المستشفيات او الفنادق او عدم توفير الاحتياجات التي التزموا بها اصلا للجرحى الذين تم ابتعاثهم للهند. نشرك معنا في الحديث الان من السودان احد جرحى المقاومة الشعبية هناك، الاخ غازي علي. مساء الخير غازي. مساء الورد، واولا نقول السلام عليكم وجزاكم الله خير والف شكر على الاستضافه. اهلا ومرحبا بك غازي، ضعنا بصوره معاناتكم في السودان. اضع لكم صوره معاناتنا. نعم. والله اولا احنا كنا في مروي، جينا الى مروي، جينا مروي الطبيه في شمال الخرطوم.
نعم تمام نعم. وتلقينا هناك في مروي بعض العمليات الأولية. نعم. وبعض جرحى فعلوا لهم العمليات وذهبوا الدكاترة عادوا إلى هنا إلى الخرطوم وتركوا العمليات ما زالت مفتوحة هناك في مروي، ولا رعاية طبية ولا شيء ولا متابعة من قبل المتخصصين والكوادر، فقط كانت المتابعة من جهة الممرضات لا أكثر. ومن ثم طالبنا من الهلال الأحمر والمسؤولون علينا هنا في مروي وأتينا إلى الخرطوم. نعم. ومن ثم أتينا إلى الخرطوم تلقينا بعض من العمليات الثانية، بعض أكمل عملياته وإجراء علاجه، ولكن تم إهمالنا حوالي كذا أو 4 أو 5 أشهر. نعم. والآن نحن في الطريق بإذن الله لنجد حلول ونجد حلا قاطع لهذه المشاكل. نعم. التي أصبحت عائق أمامنا وأمام الهلال الأحمر وحكومتنا. نعم. وقد أتى اليوم بالصباح نائب وزير الصحة شوقي الشرجبي. نعم. وقدمنا له بعض الطلبات. طيب شوقي غازي قبل أن ننتقل. نعم. إلى محور والدكتور شوقي وكيل الوزارة سيكون معنا بالتأكيد، بس حاب استفسر منك، هناك اخبار تتحدث وذكر ايضا على لسان الدكتور شوقي الشريبي وسينضم الينا بعد قليل بان معظم الجرحى كانوا يتعالجون انتقلوا من ذات انفسهم وبدون اي توجيهات الى الخرطوم، وهم ما سببوا هناك مشكله بعدم استقبالهم او توفير الاماكن الخاصه للسكن او حتى للعلاج. ايوه انا اريد ان افهمك هذا السؤال الذي يريد إجابة لا يوجد فيها خلل، تكون إجابة مقبولة 100%. نعم. وسأعطيك الدليل لماذا أتينا إلى الخرطوم. نعم. حين أنا أخبرتك من أول إننا كنا في مروي، تمام؟ نعم. وتلقينا هناك الإهمال وكنا في المستشفى، أقسم بآيات الله بأننا لم نكن في المستشفى وكأننا كنا في السجن، كنا في سجن ولسنا في مستشفى. نعم. لماذا كأنكم في سجن؟ يعني أيوة. الظروف التي كنتم تعيشونها في المستشفى كيف؟ والله كنا نمر في ظروف وإهمال ولا مبالاة من قبل الهلال الأحمر، وبعدما أتينا من مروي والله ما أتينا إلى الخرطوم لنكمل العلاج ونخرج من ما فيه، كنا في المستشفى ممنوعين من الخروج وكأننا في السجن، لا نستطيع أن نتعدى بوابة المستشفى أو حوش المستشفى، ووضعوا لنا العملية الدكاترة وتركونا بدون رعاية طبية وبدون متابعة العمليات الذي فتحوها للجرحى، وذهبوا وعادوا إلى الخرطوم. وبعد ذلك طالبنا وسوينا اتفاقات في حوش المستشفى في مدينة مروي الطبية وتوبنا إلى هنا إلى الخرطوم، ولم نأتي بدون إذن، بل أتت الدفعة الأولى في حافلة كبيرة أتت بهم أول يوم، ونحن الجرحى الذين لا يستطيعون الركوب في الحافلة أتت بهم طائرة التسجيل والأحمر معنا ومرافقة الهلال الأحمر وتوصيلنا إلى المطار واستقبالنا إلى مستشفى شرق النيل، لم نأتي من ذات أنفسنا أبدا، وهذا الكلام غير صحيح ولا أساس له. نعم. طيب غازي، الآن حتى يعني نقف على الموضوع نقطة الآن، وكيل وزارة الصحة الآن موجود والوزير هاني بن بريك برضو موجود في السودان ووفد ربما من الحكومة بشكل عام أتى إلى السودان، أنتم كنتم معتصمون أمام السفارة، والآن ما الذي تغير؟ هل تم إعادتكم للفنادق؟ هل تم تحسين وضعكم؟ ما الذي دار معكم ومع الجهات الرسمية سواء مع وكيل الوزارة أو مع السفير أو مع هاني بن بريك؟ طبعا احنا كنا معتصمين امام السفارة اول يوم، اعتصمنا من الساعة 8 صباحا الى الساعة 4 عصرا. نعم. ومن ثم بعد العصر دخلونا الى حوش السفارة، والان نحن الى اليوم اظن كذا 5 أو 6 أيام ونحن في حوش السفارة، وكما تواصل معنا وزير الصحة هاني بن بريك وقد اتى الى السودان واتى لشوق الشرجبي وعرضنا له مشاكلنا ومطالبنا وتوعد بأنه سيحل المشاكل، والآن هو في اجتماع ليجدوا حلول مع وزارة الصحة السودانية ليجدوا الحلول وتوفير العلاج والسكن والطلبات التي نريدها والتي جعلتنا نخرج بسببها لاعتصامنا أمام السفارة. نعم. طيب غازي، أمس سفير اليمن في السودان كان معنا في قناة بلقيس في إحدى البرامج وتحدث بأنه في ذات اللحظة سيتم نقلكم وإعادتكم إلى الفنادق، أنت الآن تتحدث بأنكم لازلتم معتصمين في حوش السفارة.
لازلنا في حرج السفارة، وأتى مثلما حدثتك الدكتور شوق الشرجبي بس في الصباح وقال وأعطيناه مشاكلنا ومطالبنا وتوعدنا بأنه سيحلها، وهو الآن في اجتماع وطارئ مع وزارة الصحة السودانية لحلول لنا المشاكل وفرول لنا المطالب التي نريدها. نعم، طيب غازي، سنسمع أيضا من الآن من الدكتور شوقي الشركبي وكيل وزارة الصحة، لكن قبل أن نتصل فيه ابقى معي، نذهب الآن لمتابعة هذه التصريحات التي أعدها الزملاء حول معاناة الجرحى المبتعثين للعلاج في السودان وفي الهند وفي بعض دول الخارج، نتابعها ومن ثم نواصل الحديث. سكن العلاجات؟ العلاجات سكن في المسار. طيب هنا ما يعالجكم هنا؟ لا. ليش ما يعالجكمش؟ ما انا جاي. كم سووا لك؟ قد سووا لك عمليات من قبل يعني؟ قد سووا لك عمليات من قبل، قد عالجك من قبل؟ جاها قبل 20 مرة فوق الحمام. أول ما وصلت من مروي جابوا لي دكتورك نساء أولى، أول شيء. ثاني شيء سووا لي العملية الأولى بدون مناظير بدون أي شيء. فكوا لي العملية الأولى، العملية الأولى سببت لي انسداد وفشلت. ما بيش معانا سكن ولا معانا شيء. أمس خرجونا لأنه كانوا طرحونا في بقعة تبع أهالي بابري، وأمس خرجونا. من أمس لليوم لا تغذية ولا حاجة ولا أكل ولا علاج ولا شيء. وين ركضتم أمس؟ ركضنا أنا. أمس ركضتم من السفارة يعني؟ السفارة أيوه. ها قلت لكم من أمس هنا؟ من أمس هم بيكاردونا لهم شهر، وإحنا بنجي لها أنا أسبوعين بنقول لهم عي خرجونا. عدة كاذبة. ولا شيء، وهم بيمكنوا عدة كاذبة. هذا الأخصائي بيطلب منه إنه يحتاج طلب عصبي يعالجه، يفعل عملية من حسابها الخاص. من اللي؟ قد بعنا ما فوقنا وما تحتنا. العلاجات اللي نشتريها من جيوبنا. التغذية الترشيد نشتريها من جيوبنا احنا. وبنتي لخص الفول والغداء فول والعشي. إذا حياكم الله مشاهدي الكرام، تابعنا ربما هذا عينة من المعاناة الشديدة التي يعانيها جرحى الجيش والمقاومة الشعبية للأسف المبتعثين للخارج، ومن يعني حالفهم الحظ بأن يحصلوا على منحة للعلاج في الخارج، لكن ربما حالهم أسوأ من الذين هم في الداخل. أعود للأخ هاني الصايدي مدير إدارة شؤون الجرحى في الخارج. مساء الخير أستاذ هاني. أهلا ومرحبا بك أستاذ هاني. ربما لو طالعت معنا وتابعت هذه عينة من الجرحى اليمنيين في الهند، ربما يعني يسكنون في هنجر لا يصلح حتى للعيش وهم جرحى، أين هي الجهات الرسمية؟ أنت أحد عضو يعني المسؤولين عن الجرحى في الخارج، أين أنتم من معاناة هؤلاء الذين ضحوا من أجلنا جميعا ومن أجل عودة الشرعية ومن أجل عودة الدولة؟ إذن فقدنا الاتصال بالأخ هاني الصايدي، ربما سنعاود به الاتصال من جديد. أعود إلى بونا مع الأخ عبر السكايب الناشط الإعلامي خالد الجماعي. خالد، عدنا لك مجددا. هذا المكان الذي ظهر فيه مجموعة من الجرحى في الهند، هل هذا السكن الذي يسكنون فيه؟ هذا السكن، وفي سكن آخر أسوأ من هذا السكن. لماذا؟ ولعلمك أنا اليوم يعني كنت في زيارة لهم، فأجيت طلبت منهم قلت لهم إننا معنا حلقة في قناة بلقيس وبنصوركم وبنرسل معاناتكم. قالوا يا أخي اسمح لنا، أنت سبق من قبل، أنا سبق فعلا وأجيت من قبل وصورتهم وسجلت معاناتهم وأرسلتها للإعلام وأرسلتها للقنوات الفضائية. صور إنه بعد كده زادت معاناتهم أسوأ وأسوأ من قبل اللجنة الإشرافية. يعني فاليوم إيش قالوا لي؟ قالوا لي الحين لو نحن في وضع مزري، لو نعمل تصدير أو نشتكي وضعنا بيزداد سوء أسوأ وأسوأ، ممكن يحرمون إحنا من أبسط الخدمات. فقالوا إحنا يعني إلا لو بتتعهد لنا إنك توقف معانا توقف تساعد إحنا. قلت لهم والله ما بيدي حيلة، يعني أنا فقط بأرسل بأوصل كأنهم للإعلام. نعم، كأنهم خالد كأنهم يريدون عقاب من يتكلم عن معاناته التي وصل إليها من الإهمال. والله يا أخي العزيز إنهم بنفوسهم اليوم كلمونا هذا الكلام، يعني قالوا لي يعني إن بتزداد معاناتنا أسوأ وأسوأ. نفس السابق، لأن في السابق فينا من الجرحى هنا في مدينة بونا أنا سجلت معاناتهم وأرسلتها للإعلام، تصور إنه زادت معاناتهم أسوأ وأسوأ، فهم خايفين من هذا الشيء يعني. نعم. لجانب مثل ما قلت لك يعني أبسط الخدمات محرومين منها، لا علاج،
تصور البعض صار لهم من 6 شهور 7 شهور لا ما عندهمش يعني احيانا يكون عنده علاج طبيعي في المستشفى يكون ما عندهش حق المواصلات عشان يروح للمستشفى. نعم. السيارة ما تجيلوش، لا مترجمين يعني عدد كافي للمترجمين اللي يترجموا في المستشفيات، احيانا المستشفيات يوقفوا عليهم الحساب بسبب انه يجلسوا من شهر من 20 يوم ومن شهرين ممنوع العلاج بالمستشفى حتى انه يجي لهم مبلغ حساب. نعم. وبعدين يبدا علاجهم. نعم. خالد سمعت احد الجرحى يقول 3 شهور. نعم. اسمح لي اخي البعض صار لهم 3 شهور 4 شهور بحاجه الى عمليه ما عملوا لهمش العمليات بسبب ايش؟ يقولوا ما فيش دعم، ما فيش نفقه، ما فيش ميزانيه، بينما اللجنه الاشرافيه على الجرحى ساكنه في ارقى فندق داخل الهند. يعني المبالغ التي تخصص للاسف المبالغ التي تخصص لعلاج هؤلاء الجرحى هناك من يعني يذهب الى الفنادق والاسترخاء واللعب بهذه الاموال فيما الجرحى يعانون في مساكن لا تصلح حتى للعيش. ساكنين في ارقى فنادق، احسن الاكل، ياكلوا في رفاهيه، سياره، صور ان عندهم سياره مع السائق، يعني حتى هم ما يسوقوش السياره، عندهم سائق اللجنه الاشرافيه، بينما الجرحى والله العظيم انه في البعض منهم نايمين في الشوارع، يعني خليه يكلم الهنجر نايمين في الشوارع. وعندي اثباتات على هذا له. نعم. ولو أقوى يتكلم عن معاناته، يعني في ناس من الجرحى طبعا شجعان واتكلمهم، وانا قد ادعمت القناه ببعض الفيديوهات هذه. نعم. معاناة الجرحى، لكن في البعض الاخر انهم خايفين لانهم في وضع مزري، لو يتكلم بالزاد أسوأ وأسوأ من اللي هو فيه. نعم. يقول لك افضل خلينا على اللي انا فيه افضل ما اكون. طيب خالد، اذا كيف يتدبرون احوالهم واوضاعهم اخي خالد هؤلاء الجرحى؟ اقصد مصاريفهم اليوميه، احتياجاتهم للعلاجات الضروريه، كيف يدبرونها؟ اهاليهم يضطروا اهاليهم يحولوا لهم فلوس، يبيعوا، يتسلفوا، لو عندهم ذهب، عندهم اي شيء. نعم. يمشوا امورهم بامورهم. طيب. اليوميه يتصرفوا، حتى اضطروا احيانا انهم دفعوا للفنادق لان الفنادق طردوهم، بعدين رجعوا دفعوا للفنادق على اساس انه اللجنه الجرافيه بتدفع، واللجنه الجرافيه ما دفعت، من ثم طردوهم من الفنادق للشارع، وفي ما يثبت على هذا ذلك، وانا دعمت القناه ببعض الفيديوهات لما طردوا الجرحى من الفنادق. نعم. زائدا اخي الى جانب هذا. طيب. انه مثل ما قلت. نعم. خالد اسمح لي نشرك معنا في الحديث الاستاذ هاني الصايدي مدير اداره شؤون الجرحى في الخارج. اسمح لي ان ينضم الينا الان الاستاذ هاني. مساء الخير استاذ هاني. استاذ هاني مساء الخير، تسمعني واضح الان؟ الله يحييك يا مستر نور. اهلا ومرحبا بك. حياك استاذ هاني. يعني حياك. انت مطلع على معاناه الجرحى بصوره ادق وبصوره قريبه جدا. الجرحى يشتكون لا سكن، لا اهتمام، مرميين في هناجر لا تصلح حتى للعيش، البعض منهم 3 إلى 4 أشهر بدون علاج ضروري، البعض يحتاج الى عمليات، البعض يحتاج الى اطراف. اين انتم والحكومه واللجنه من معاناه هؤلاء الجرحى؟ اسمح لي اخي العزيز، انا اوضح لك كل شيء. تفضل. اولا انا اكلمك وانا متواجد الان داخل السفاره اليمني في الخرطوم لحل مشكله الجرحى الذي اعتصموا قبل كم يوم التابعين لمركز الملك سلمان. اتى وزير الدوله الشيخ هاني بن دريس بنفسه ووصل قبل ساعتين، والان ضمهم جميعهم والتزم بتسفيرهم للهند. هؤلاء الذي في السودان الذي كانوا تابعين لمركز الملك سلمان. نعم. اما بالنسبه للجرحى الذي تكلموا عنهم انهم بدون سكن او بدون عمليات، بالنسبه للملف الذي هو تحت اشراف معالي وزير الدوله الشيخ هاني بن طريق بدعم اماراتي، على ما اعتقد انه ما فيش جريح يطلع عندنا الا بتنسيق واموره مرتبه بالكامل. نعم. هناك بالفعل صح جرحى يعانون، ولكن هم الذين ياتون بدون تنسيق. اما الان الجرحى الذي موجودين في الهند حدود 536 جريح، ما في جريح من عملت له عمليه او ما في جريح انصرف بسبب الماده، لانه امرهم منسق معاهم. نعم. يعني كل شيء ما يطلع الجريح الا ايش، وامرهم منسق. نعم. وبالنسبه لملفنا في السودان منذ 6 أشهر، انا اتحدى اي جريح يقول انه عانى في السودان من الجرحى التابعين لمعالي وزير الدوله الشيخ هاني بن بريك، هو اصلا الملف كل واحد، والمسؤول عن الملف هذا هو الشيخ هاني بشكل عام. ولكن نعم. تعرف احنا في حاله حرب وحاله استثنائيه، فلا نمنع اي جهه ان تدعم، سواء كان مركز الملك سلمان، سواء كانوا اخواننا بالجانب الاماراتي، احنا نقول انه اهم حاجه نخدم الجرحى. طيب هاني، جميل هذا الاهتمام الكبير من قبلكم وقبل الشيخ هاني بن بريك وبدعم من الاخوان في الامارات. افهم من كلامك بان هناك يعني جرحى يتم الاهتمام فيهم وجرحى لا علاقه لكم بهم. استاذ هاني تسمعني؟
استاذ هاني. اذا ربما هناك اشكاليه، سنعاود الاتصال بالاستاذ هاني. اعود للاخ الجريح غازي علي. غازي عدنا لك مجددا. الاخ هاني الصيدي يقول بان يتحدى اي شخص من الجرحى الذين كانوا في السودان وعددهم ما يقارب 500 ونيف بانهم موفرين لهم كل المستلزمات وملتزمين بكل ما يحتاجون. هل انتم ضمن هؤلاء الجرحى ام انتم ربما جهه اخرى غير الجهه التي تكفل بها يعني او يشرف عليها هاني بن بري؟ نعم، انا ساقول لك نحن نعترف ونقول جزاء الاحسان الى الاحسان. نعم نعم نعترف انه تم قبولنا في السكن التابع للجرحى تبع هاني بن بريك واستقبلونا هناك في السكن حوالي 4 أشهر. نعم. مع توفير وفروا لنا التغذية، ولكن حين تم خروج الجرحى هاني بن بريك تم خروجنا نحن إلى السفارة، وهذا هو الذي يتحدى عن الصيادي الذي يتحدى يقول يتحدى أي جريح بأن يقول بأنه لا يوجد تمييز، بل هناك تمييز وهناك فرق بين جرحى هاني بن بريش وجرحى التابعين لمركز الملك سلمان، وإذا كان لا يوجد تمييز كنا سنخرج نحن وهم إلى سكن واحد، ولكن نحن خرجنا ولجئنا إلى السفارة اليمنية وهم خرجوا إلى سكن طوالي. نعم. طيب غازي، الآن الأستاذ هاني صيدي عاد من جديد. أستاذ هاني، الأخ غازي علي هو أحد الجرحى وهو عندك الآن في السفارة اليمنية بالسودان، يقول بأن هناك تمييز بأن يعني من هم تبع الشيخ هاني بن بريك وزير الدولة لهم اهتمام خاص، بينما هناك جرحى يعني لا يتم الاهتمام بهم مثل زملائهم. يا أخي، بس بحكم أنا بقول لك هذا كلام أول شيء صحيح، لأنه معالي وزير الدولة ذهب في الهند وحصل جرحى تعز وجبهة ميدي وبعض الجرحى المتواجدين هناك، منهم من أتى على حساب الخاص ومنهم من أتى في جهات معينة وتركت في الهند، أضمهم جميعا. نعم. ومعالي وزير الدولة هو وزير لكل اليمنيين تحت إطار وعضو مجلس الوزراء تحت إطار الشرعية. هذا الكلام الذي يروج له بعض الناس المغرضة أو لأهداف سياسية أو لاتجاهات معينة، هذا كل كلام فاضي. نعم. لو كان هذا الكلام صح ما أتى معالي وزير الدولة الآن إلى السودان، وإحنا الآن موجودين داخل أرض السفارة في الخرطوم وضمينا جميع الجرحى لنقلهم إلى الهند، وهم من جبهة ميدي وتعز ومأرب. يعني إذا كان هذا الكلام موجود ما أتى معالي وزير الدولة لحل المشكلة. نعم أستاذ هاني، نحن نشكر ونقدر هذه الجهود. أستاذ هاني، نحن نشكر ونقدر هذه الجهود، وهي جهود مسؤولة تتكلم بلغة يعني أكثر إنصافا، لكن ما هو على الواقع هو العكس والجميع يشتكي. أعطيني أوكي، أنا معك، أنا لا أخفيك أنه ليس هناك معاناة، هناك معاناة من الفئتين، يعني أحيانا قد تكون في تكسير وارد، بس أنت الآن ارجع إلى الملف من بداية من قبل سنة، كم عدد الجرحى الذي تعالجون في الخارج بالآلاف وليس بالمئات. لكن نعم. الحين مثلا احنا بحكم ان احنا مسؤولين عن جهة معينة اللي تحت إشراف معالي وزير الدولة مباشرة داعمنا الجانب الإماراتي، نحن علينا بشهدنا أنه ما يحصل بها تكسير. أما الجانب الآخر شاكرين ومقدرين جهوده، مركز الملك سلمان لم يقصر في أي حاجة، وأنتم تعلمون أنه قائم في أشياء كثيرة سواء كان خارج اليمن أو داخل اليمن. هناك صح أشكال فنية تحصل، ولكن الحكومة اليمنية الآن لبتها بزيارة معالي وزير الدولة إلى الخرطوم. نعم. طيب أستاذ هاني، هل ممكن الآن يعني من خلال وأنت قريب من يعني مدير إدارة شؤون الجرحى في الخارج وتحت إشراف الوزير الدولة هاني بن بريك، هل يمكن للفترة المقبلة أن يكون هناك تعامل مع جميع الجرحى بنفس الآلية وتوفير احتياجاتهم بصورة كاملة، أم ستستمر هذه المعاناة وهناك من يهتمون بهم وهناك جرحى لا يتم الاهتمام بهم؟ أبشرك أخي العزيز، نحن ساعين جاهدا أن نوحد جميع جهودنا سواء كانت دعم إماراتي أو دعم سعودي، تتوحد الجهود تحت إدارة معالي وزير الدولة الشيخ هاني بن بريك، وسوف كلنا نعمل بجهد واحد لخدمة الجرحى بأقرب وقت، ونحن نسعى بهذا الشيء وإن شاء الله بأقرب وقت. نعم. جميل. إذا هذه الخطوة الجميلة التي قمتم بها وأنتم الآن متواجدون في السودان، ونحن بالتأكيد ننتظر والجرحى ينتظرون حل ناجع. وفقدنا الاتصال للمرة الثالثة للأخ هاني الصايدي مدير إدارة شؤون الجرحى في القاهرة. يتمنى أن نعاود بالاتصال هذه لمعرفة ما الذي سيتم اتخاذه أمام جرحى المقاومة في الهند. وأعود للأخ غازي.
غازي عدنا لك مجددا. اذا ربما هو الان غازي كان معنا مدير اداره شؤون الجرحى والتزم يعني على الهواء مباشره بانهم الان سيحلون ملف الجرحى وسيكون هناك تعامل مع كل اليمنيين، والوزير هاني بن بريك هو وزير لكل اليمنيين وليس هناك اي تمييز بين جهه وجهه اخرى. بالتاكيد سنظل نتابع هذا الملف اخي غازي، وبيكون معنا ايضا الان وكيل وزاره الصحه. اذا كان لك رساله او ربما هم تريد ان تنقله لمعالي وكيل وزاره الصحه او للجهات الرسميه تفضل ونختم معك. اخي الكريم. نعم. نحن لا ننكر شيء من ما فعله لنا هاني بن بريك وهاني الصيادين، نحن لا ننكر شيء، وفروا لنا السكن لمده 14 مع التغذيه، ولليوم ونحن في السفاره يقدموا لنا الاكل والشرب من هاني الصيادين. نعم. بالتاكيد غازي. ونحن لا ننكر. نعم. غازي من لا يشكر الناس من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن هذا هو واجب عليهم، وأنتم ضحيتم وقدمتم وقاتلتم من أجل الجميع ومن أجل عودة اليمن. نحن إن شاء الله مهتمين بهذا الملف وإن شاء الله سنتابع باهتمام حتى يتم إن شاء الله حل مشكلتكم وجميع الجرحى سواء في الداخل أو في الخارج. شكرا لك أحد جرحى اليمن المقاومة الشعبية في الخارج غازي علي، كنت معنا من الخرطوم. مشاهدي الكرام، قبل العودة إلى المحور الأخير مع وكيل وزارة الصحة، سنذهب الآن لمتابعة هذا المادة المعلوماتية عدها الزميل ودي عطاء، تتضمن أرقاما ومعلومات عن جرحى الجيش والمقاومة الشعبية. نتابع هذه الأرقام والمعلومات ومن ثم نكمل النقاش. عدنا معكم مجددا مشاهدينا الكرام، والعودة هذه المرة إلى الخرطوم مع وكيل وزارة الصحة الدكتور شوقي الشرجبي. مساء الخير دكتور شوقي. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا ومرحبا بك دكتور شوقي. ربما نتابع هذا الملف وعلى وجه التحديد ما يحدث للجرحى المقاومة في السودان، وكنت معي قبل تقريبا يومين أو ثلاثة أيام حول هذا الموضوع، ووعدتني بأنكم ستعملون على حل لهذه المشكلة. اليوم أنتم متواجدون في السودان، بالأمس صرح سفير اليمن في السودان بأنه سيتم نقل الجرحى إلى فنادق وإعادتهم إلى المستشفيات وترتيب أوضاعهم، إلى اللحظة لا زالوا معتصمون في حوش السفارة. نعم. نعم، لماذا؟ تفضل. أخي العزيز، طبعا موضوع الجرحى سابق، موضوع سابق، وتم التحدث معكم ومع غيركم من القنوات. نعم. متشكرا لكم الاهتمام. فيما نعم. يخص الترتيبات التي تمت، احنا وصلنا الى السودان يوم امس من وزاره الصحه اليمنيه. نعم. ايضا وصل الاخ وزير الدوله هاني بن بريك لنفس الموضوع،
والتقينا اليوم مع الجهات السودانية، التقينا مع الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية، واجتمعنا مرتين مع الإخوة الجرحى وسمعنا همومهم ومشاكلهم. والآن أنت تتواصل ونحن في اجتماع مع الجرحى، أنا طلعت بدي أحدثك بأن هناك ترتيبات طيبة وإن شاء الله سيتم حل جميع المشاكل المتعلقة بالجرحى. طبعا لا أستطيع الآن أن أعطيك النتائج النهائية، لأنه إن شاء الله اليوم وغدا إن شاء الله تعالى يتم ترتيب أوضاعهم بشكل عام. نعم. طيب دكتور شوقي، الخطوط يعني الخطوط والأهداف التي ربما أنتم الآن تعكفون على حلها وترتيبها ما هي بالنسبة للجرحى في السودان؟ باختصار كل من يتم تم معالجته في السودان وانتهى علاجه يتم إعادته إلى الوطن. تمام. والمجموعة الثانية التي تحتاج إلى علاج خارج السودان تم ترتيب وضعها، وإن شاء الله سيتم نقلها إلى خارج السودان لاستكمال العلاج. نعم. المجموعة الثالثة التي تحتاج إلى تسكين واستمرار في العلاج سيتم إن شاء الله تعالى ترتيب أوضاعها في السكن واستمرار علاجها واستكمال العلاج في السودان ثم العودة للوطن. ثلاث مجموعات. نعم. جميل. هذا فيما يخص السودان، ونحن إن شاء الله يعني نتمنى أن ترى هذه التصريحات النور ويلمس الجرحى هذه الخطوات التي قمتم بها. ماذا عن الجرحى المتواجدين الآن في الهند؟ هل أدركتموهم في جدول أعمالكم؟ هل هناك من تحركات لدعمهم وحل مشكلتهم؟ نعم. بالنسبة للجرحى المتواجدين في الهند هم أيضا مجموعات، مجموعة انتهى من العلاج وتحتاج إلى إعادتهم إلى الداخل، وتم الترتيب لتذاكر سفر من وعود من السلطة المحلية. وأيضا الأخ الوزير هاني بن بريك الآن معنا حول ترتيبات هذا الوضع، كلهم في فيما يخصه كون الجرحى المرسلين إلى الهند، وهم من اختصاص الأخ وزير الدولة هاني بن بريك، ولكن العمل تكاملي بين وزارة الصحة ووزير الدولة. نعم. طيب دكتور شوقي، ربما السؤال الأهم الذي يتكرر دائما دائما دائما، وربما هذه الحلقة جاءت في هذا السياق، لماذا مشكلة الجرحى لا يتم الاهتمام بها والإشراف عليها بشكل مباشر ومستمر حتى تنتهي إما علاجهم أو عودتهم إلى أرض الوطن سالمين أو مواصلة علاجهم حتى تنتهي هذه الجراحة التي أصيبوا فيها؟ بسبب تعدد الجهات، لا توجد جهة واحدة تهتم بشؤون الجرحى، تعدد الجهات وتعدد جهات الإرسال وتعدد جهات الإشراف على علاج الجرحى. ونحن إن شاء الله تعالى في صدد وضع كما أسلفت طلب أو خطة لتوحيد العمل واستلام الجرحى من جهة واحدة حتى لا تتوه سواء في الداخل أو في الخارج. نعم. طيب دكتور شوقي، نعم، الجرحى في الهند على وجه التحديد يشتكون بأن المشرفين على اللجنة الخاصة المتابعين لأوضاع الجرحى هناك عايشين في فنادق 5 نجوم وسيارات خاصة تبعهم ومصاريف وبدل سفر ومرتاحين، والجرحى يسكنون في هناجر. هل من يعني ربما تسليط الضوء على هؤلاء المشرفين، على هؤلاء الذين ربما ينفقون الأموال في غير محلها؟ أخي العزيز، وزارة الصحة ليس لديها أي إشراف أو مشرفين لا في الهند ولا في السودان ولا في الرياض، ليس لديها أي مشرفين البتة، ولم يتم الإرسال أي جريح منها والجريح عن طريق وزارة الصحة، هذا للمعلومية العامة، ولكن هذا لا يعفيها أن تكون ملمة ومشرفة ومتابعة لأوضاع الجرحى. لكن حقيقة وزارة الصحة ليس لديها مشرفين ولا جهات ولا لجان، لا يسكنوا في فنادق ولا في هناجر. نعم. إذن أفهم أن هذه اللجنة الخاصة التي دكتور شوقي، أفهم من كلامك أن هذه اللجنة الخاصة التي تدير شؤون الجرحى في الهند تتبع جهة أخرى غير الجهة الشرعية؟ لا أعلم حتى لا أكون ظالما لأحد، لا نعلم من تتبع. نعم. طيب طيب دكتور شوقي، الآن سؤال أخير أودعك فيه دكتور شوقي، أنت الآن مع وزير الدولة هاني بن بريك وأيضا هاني الصايدي وهو يعني مدير إدارة شؤون الجرحى في الخارج، هل ستقومون بعمل معين لجرحى الهند؟ يعني نعتبره وعد منكم؟ نعم. إن شاء الله نحن نبحث الموضوع
نبحث الموضوع إن شاء الله مع الإخوة المسؤولين وذات الجهة والمتولين مسألة أو موضوع الجرحى، وإن شاء الله يتم في حلول إن شاء الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر الدكتور شوقي الشريجبي وكيل وزارة الصحة، كنت معنا من الخرطوم. عودة أخيرة إلى بونا الهندية مع الناشط الإعلامي الأخ خالد الجماعي. خالد، عدنا لك مجددا، ربما سمعت ربما سمعت الحديث والحوار الذي دار بيني وبين هاني الصايدي وأيضا بيني وبين وكيل وزارة الصحة. لو كان لك بس كلمة أخيرة ربما تنقل من خلالها أو تلخص من خلالها ماذا تريدون بصورة عاجلة للجرحى في الهند. والله أخي أهم موضوع القضاء على الفساد اللي حاصل في ملف الجرحى، هذا واحد. نعم. ثانيا لأنه يعني حرام، يعني عملية اللي تكلف 2000 دولار تصير للجريح 4000 دولار، يعني 2000 50-50. نعم. 2000 للجنة و2000 ذكرنا هذه النقطة ويعني حددناها بصورة يعني بصورة مباشرة. نعم. هذه الجزئية قد تصور المطعم اللي موين الجرحى بالأكل. نعم. يصل اللي يأكلوا في المطعم هم أساساً طلاب وناس عاديين، يعني لا هم جرحى ولا هم مرافقين، بس اللهم واسطات مع اللجان الإشرافية. نعم. إذن أخي خالد، أفهم من كلامك هناك فساد كبير ربما من هذه اللجنة التي تدير شؤون الجرحى في الهند، ونحن قد تحدثنا بصورة مباشرة. نعم. مع وكيل وزارة الصحة وأيضا مع هاني الصايدي. أتمنى إن شاء الله أن يجدوا حل هذه المشكلة، وهو وعدنا أيضا سننتظر الحل، ما لم بإذن الله أكيد سنتواصل معكم وسنولي اهتمام كبير لملف الجرحى. شكرا لك خالد الجماعي الناشط الإعلامي على اهتمامك بملف الجرحى، وأنت تشاركنا هذا الهم لنقل هذه المعاناة للجرحى في الهند. أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، لم يبقى إلا أن نستعرض في الدقائق الأخيرة تعليقاتكم حول موضوع الجرحى ومعاناتهم في الخارج عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك. نقرأ بعضا من هذه التعليقات. صديق البرنامج الأخ صدام ياسين يعلق بالقول: جرحى من أجل الشرعية في مثل هذه الأمور لا توجد الخيارات المتاحة، فالحل الوحيد هو أن الحكومة الشرعية اليمنية تتكفل بعلاج الجرحى على وجه السرعة. صدام ياسين. رأي آخر أيضا من أصدقاء البرنامج، الأخ حمزة الأبارة يعلق: المطلوب أن يتحرك ويتدخل بصورة جادة الرئيس الشرعي ونائبه ورئيس الوزراء، أما أي حلول أخرى ليست مجدية على الإطلاق. حمزة الأبارة. أيضا رأي آخر من أصدقاء البرنامج، الأخ أبو أسيل شاهر يعلق: على سيادة رئيس الجمهورية أن يقوم بإقالة كل فاسد أو متلاعب بأمور الوطن والمواطن، ناهيك عن جرحى جرحوا من أجل الدفاع عن الوطن والجمهورية والثورة، يجب أن يولوا الرعاية الكاملة وأن يقوم الرئيس بتعيين من يخاف الله فيهم ويكون معهم في كل رحلاتهم العلاجية. الأخ أبو أسيل شاهر. ونكون بهذا الرأي قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. أشكر ضيوفي الأكارم الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة من بين قوسين، كان معنا عبر السكايب الناشط الإعلامي خالد الجماعي. الشكر أيضا للدكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة كان معنا من الخرطوم، وأيضا الأخ غازي علي أحد جرحى المبتعثين للعلاج في الخرطوم، وأيضا مدير إدارة شؤون الجرحى في الخارج هاني الصايدي. والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتي بشير الحارثي وأيضا الزملاء في الإعداد والإنتاج الأخ وديع عطا والزميلة إلهام عامر وكافة طاقم البرنامج. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من بين قوسين. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.